ازيكم يا مواليد برج الثور؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الثور ليوم الاربعاء 8 ديسمبر كانون الاول 2021. لا يجب ان تتبنى مسؤوليات كبيره مهما كانت المغريات. يجب ان تركز على الامور الاهم بالنسبه لك، والا فسوف تعرض نفسك لخطر ان تطغي عليك هذه الامور. إذا قررت مواجهة أمور جديدة، كن منفتحاً وأطلب المساعدة. النجاح مضمون إذا قمت بتركيز طاقتك بهذه الطريقة، ولا تتشكك المشكلات التي تخصك. بالنسبة ليك عاطفياً يا ثور، ضبط النفس والهدوء هما أفضل طريقة للتحكم في عواطفك. إذا شعرت بالضيق، فتأكد من عدم قول أي شيء يزعج من تهتم لأمرهم أكثر حتى تندم لاحقاً. من الممكن أن تضطر إلى التفكير بجدية في بعض حدود الضرر الفعلي ومحاولة تهدئة أعصابك المرهقة. بالنسبة ليك يا ثور مهنيا، لا تتوقع الكثير بغض النظر عن الطريقة التي تشعر بها. عندما تكون مستعدا لإظهار مدى روعة عقلك والبقاء هادئا بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك، من المحتمل أن تسير أشياء قليلة جدا بالطريقة التي تريدها تماما. وقاوم أي إغراء أو لقاء اللوم على الآخرين، وإلا فقد تصل شعبيتك إلى نقطة منخفضة اليوم. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، يستمر القمر في برج الدلو، مما قد يجبرنا على احتضان تمردنا الداخلي وتحدي الوضع الراهن. يدفعنا هذا النجم اللامع إلى فتح عقولنا وفهم حقيقة كل الأمور بغض النظر عن مدى غرابة ذلك. أورانوس هو الحاكم الحديث لبرج الدلو، وهو موجود حاليا في برج الثور، وهو ما يحفزنا على المشي على الجانب البري. توقع ما هو غير متوقع واحتضن الأحداث أو المشاعر الغريبة التي تتجه في طريقك. تنسجم الشمس وعطارد وكلاهما في القوس ومع القمر، مما قد يضيف نعمة اجتماعية. ومع ذلك فإن الكواكب المريخ وفي برج العقرب اليوم سيكون المشتري في برج الدلو يتصلان بالقمر، مما يبرز ضروريتنا الداخلية إلى أن الجمع بين كل والقمر يتطلب منا احتضان قوتنا والوقوف على أرضنا. أنت قائد مجموعتك، مما يعني أن لك تأثير كبير على زملائك. الآن يمكنك استخدام شعبيتك من أجل قضية جيدة وتنظيم احتجاج محلي أو دعم مؤسسة خيرية مع فريقك من خلال قائمة أو جهات الاتصال الطويلة الخاص بك. يمكن أن يكون مساعيك الإنسانية ناجحة للغاية. دائرة صداقاتك تتطور وتتغير. من المهم ملاحظتك أنك لا تنمو بعيدا عن أصدقائك. أنت تغير طريقك وتفاعلك معهم. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم ومعاكم.